مشاهدين أكيد، والحديث أكثر عن هذا الموضوع ضيفتنا لهذا اليوم عضو لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال الأربيل دينا الجبوري. أهلا وسهلا بك، نورتينا. أهلا وسهلا عليك دينا، نورتينا. بداية احنا حابين نتعرف على تفاصيل المهرجان هذا، تفاصيل المسابقة هي شنو بدايتها، من أي سنة بدأت؟ حقيقة أني تم اختياري كرئيسة لجنة لملكات جمال كردستان هاي المرة الأولى اللي أشارك بهيك موضوع في أربيل. تم اختياري من قبل وزارة الثقافة، والمهرجان اللي مؤسسه شخص أستاذ مصطفى الشكرتشي، وإحنا لجنة متكونة من 4 أشخاص حسب علمي. الأربع أشخاص دكتور بالتصميم، دكتور زياد الديان، وأيضا يوجد خبيرة تجميل من ضمن اللجنة، ويوجد شخص من يعني يمثل وزارة الثقافة. هذه يعني هاي المعلومات اللي عندي عن اللجنة، بعدني ما التقيت بهم بشكل شخصي. المعايير اللي تم اختيار بها ملكات الجمال حاليا طبعا يعني تتبع الأسس العالمية. حلو. بشكل عام. راح نيجي على المعايير هسه شوي شوي، راح نعرف شنو الشروط وشنو هي المعايير وشنو هي التفاصيل اللي على أساسها دي يتم اختيار المتسابقات. يلا قولي لنا. أكيد أنا أعرف كل التفاصيل. المعايير أكيد هي معايير عالمية، لازم ملكة الجمال ما يقل طولها عن 165، وايضا وزنها ما يزيد عن 60 كيلو، يعني يفضل اكيد اقل من 60. لكن مهما كان طولها لو يعني قلقت شوي على البنات اللي شوي وزنهم ممكن يكون اكثر، بينما بسبب طولهم يكون طويله. أكيد يعني اكيد اكو هواي مشتركات هم اكثر يعني وزنهم عالي نقدر نقول. أني نصحت البنات من بداية التدريبات إنه يبدون بحمية غذائية حتى يعني يتخلصون من الوزن الزائد، لأنه حقيقة الوزن والطول من أهم المعايير لاختيار ملكة الجمال، لأنه ملكة الجمال هي تعتبر أيضا موديل، فالموديل لازم تكون نحيفة جدا وطويلة أيضا. نعم. من ضمن المعايير الأخرى اللي إحنا يعني طلبناها بالمهرجان إنه تكون ملكة الجمال أدها يعني ممارسات إنسانية ونشاطات إنسانية. حلو. بكردستان وبالعراق. حلو. بشكل عام. أيضا لازم تكون أدها ثقافة، ويكون أدها شهادة. حتى لو تكون طالبة لا، بس لازم يكون أدها يعني تحصيل دراسي معين. نعم. سندينا أيضا حابين نعرف يعني مثلا إحنا دائما نشوف مثلا ملكة جمال العراق مثلا كدولة أو الإقليم مثلا كإقليم، ولكن شنو الغاية من مهرجان اختيار ملكة جمال أربيل تحديدا؟ هي مو أربيل، هي كردستان، يعني هي مو بس أربيل، ولكن الحدث صاير في أربيل. لأنه تعرفين أربيل هي يعني محط أنظار. نعم. أعتقد آخر مسابقة سووها ربحت بها واحدة اسمها سانا محمود مال إقليم كردستان. نعم. هسه تسوون واحد جديد. نعم. حلو، كلش حلو. يعني هو الهدف منه طبعا يعني لفت الانتباه. إيه إذا كردستان أكيد. نعم. أكيد أكيد. نعم. وهل المستوى الثقافي مهم بالنسبة لهم؟ يعني همنا راح يشوفون المستويات الثقافية، مو يعني فقط ممارسات إنسانية، مثلا الشهادة مالتها، مثلا الرياضة مالتها، الهوايات مالتها، هذا مهم بالنسبة لهم لو حاليا فقط الشكل والطول؟ شوفي، احنا من يعني جملة ملكة جمال، الجمال هو يعني أساسي يصير عند من تشوفين الجمال هو اصلا فد وقع يعني صامت، بس بتأثير ايجابي. صح صح. فاول شيء اثر بالملكات الجمال هو الشكل، يعني هذا الشيء كلش مهم، لانه مثل ما قلت لكم هو صامت وايجابي، فبدون ما بدون اي معلومات عن الشخص هذا من نشوفه نقول هذا حلو او جميل. لكن بملكات جمال العالم او الملكات اختيار ملكات جمال
المحلية مثل ما احنا هسه نسوي ضروري يكون عندها يعني اكيد تتحدث اكثر من لغة. نعم. واللي هي الثقافة. نعم. يكون العامة تكون عندها ثقافة عامة. نعم. يكون عندها حضور اجتماعي انساني كلش مهم. هذا راح يجعلها مختلفة عن اي وحدة. نعم. مجرد تكون جميلة. صحيح. فقط. صحيح زين. اكو فد موضوع اني كلش يعني احب اركز عليه بصراحة، موضوع انه كثرة مسابقات ملكات الجمال بالوقت. نعم. الحالي. نعم. احنا اليوم شلون نعرف نميز المسابقة الرسمية الحقيقية المصرح بها مثلا من وزارة الثقافة، مصرح بها من جهات رسمية، من المسابقات العادية؟ زين، من اللي هو يعني كفو بان ياخذ هذا اللقب مثلا من المنظمين، من المسابقات، من هذه الامور؟ يعني المسابقه مالتكم هي مصرح بها من وزاره الثقافه اولا، اذا هي هاي المسابقه الرسميه. من فتره قريبه مو بعيده ابدا همينا طلعت واحده انه هي ملكه جمال اربيل او اقليم كردستان. يعني فالناس صار عندها شويه اشتباك بالموضوع. صحيح. ما صارت تصدق بهذه المواضيع بسبب كثرة المسابقات اللي موجودة. صراحة أني مع مشجعين كثرة المسابقات، لأنه أني يعني أفكر دائما بالاقتصاد وازدهار الاقتصاد. نعم. لأي مكان بالعالم. فمن ضمن الأشياء اللي ترفع مستوى اقتصاد البلد هو تعدد المهرجانات اللي خاصة بالجمال والفن. يعني إحنا مع الأسف آخر شيء نفكر به بالمرحلة اللي مر بها العراق السابقة. نعم. هو تسليط الضوء على الفن والجمال. صحيح. الفن والجمال كل ما يزيد ببلد معناها الاقتصاد مزدهر. فأنت كل ما لأنه هذه يعني هو ترفيه. نعم. الترفيه من البلد يوصل مرحلة الترفيه يعني معناها وصل للقمة بالاقتصاد. نعم. وبالنجاح. نعم. فأني من المشجعين على اختيار ملكات جمال إذا هم تابعين لوزارة الثقافة أو من مؤسسات أهلية هي تدفع أموال معينة لاستثمار مثل هاي المشاريع. لأن أنا أعتبر كل وحدة تطلع بالتلفزيون أو تشارك بمهرجان يخص الجمال أو الفن هي بالنهاية نقدر نستخدمها، أو الشركات يقدرون يستخدموها كوجه إعلامي و... نعم. وتسويقي. نعم. يعني it's marketing. نعم. زين. صحيح. أنا أريد أسألك أنت كشخصية كدينا اليوم لما تكونين بهذا المهرجان على أي أساس راح تختارين مرشحة الفلانية إنه هي تكون ممثلة عن كردستان؟ ليش؟ أنا يعني والله مقهورة على البنات لأنه أنا شوية صعبة لأنه الموضوع جاي من دراسة ومن خبرة. أكيد راح يكون حكمي شوية صعب، ولكن هو حكمي مو مني أنا، من اللي درسته وتعلمته. اللي درسته وتعلمته ملكة الجمال أو الموديل لازم تكون أقل، يعني وزنها أقل من الناس الاعتياديين. لأن أنتوا ثلاثتكم أكيد تشتغلون بالتلفزيون. ويمكن تتفاجئون من تشوفون نفسكم بالكاميرا أكبر من حجمكم. صحيح. الحقيقي. صحيح. 5-6 كيلوات. فإحنا الهدف. صح. من اختيار ملكات الجمال هو استخدامهم كوجه لوجه إعلامي حتى يستخدموهم الشركات بتصريف المنتجات والسلع اللي تخص الجمال. نعم. صحيح. نعم. وحتى أطباء التجميل بدأوا يستخدمون ملكة الجمال حتى تسوي لهم إعلانات. صحيح. لأنه الناس من أنت تشوفين وحدة جميلة تريدين تصيرين مثلها، وهذا فالتأثير إيجابي على المجتمع. صحيح. صحيح. لكن أنا من ضمن المعايير اللي أنا شخصياً مستحيل راح أختار بنية مسوية تجميل أو حاطة فيلر وبوتاكس أو أي شيء مصطنع. أريد جمال طبيعي يعني؟ ما مسموح، لكن ما نقدر إذا وحدة تقولش أنا ما مسوية ما رح نقدر نثبت. مقدرين ضمنين 100% ولا نقدر نثبت مجتمعي اليوم يعني أغلب مسوي. أنا شخصياً لأنه يعني بنية وعندي خبرة و يعني بهاي المواضيع أكيد راح أختار وحدة شكلها طبيعي. نعم. ويكون طولها مناسب ووزنها مناسب
هاي يعني بصراحة أولوياتي. وبعدين أروح على قاطعك موضوع مهم جدا بس حتى أركز. أنت قلتي لازم يكون وزن ملكة الجمال أقل من الناس الطبيعيين، يعني إيش قد الوزن اللي لازم تكون ملكة الجمال هي وزنها كذا؟ يعني من 60 إلى 60، من 50 إلى 60. مو أكثر من 60 لازم؟ لا مو أكثر من 60 حتى وإن كانت يعني طويلة. طويلة لا، لأنه لازم العظام مال جسمها تبين التفاصيل. يعني أنا بدي أحكيك عن المعايير العالمية. تقصدين على المعايير المحلية بالنسبة لنا؟ معايير المحلية بالعراق يختلف الوضع. مو هو ماكو شيء، يعني أنت من تدرسين عن هذا الموضوع ماكو شيء اسمه معايير محلية حقيقة. أتفق. يعني روحي دوري كل كتب اللي تخص الجمال أكو معايير معينة للجمال. مو معناها إذا إحنا اختلفنا عنها أو ما عجبتنا أو ما حبيناها معناها إنه هي خطأ أو صح. صحيح. نعم. بس هي هاي يعني أنت روحي على كل ملكات الجمال بالتاريخ تشوفين من الخمسينات والستينات والسبعينات تلاحظين كلهم أعظامهم مبينة، وجوههم ملامحة مبينة. صحيح. ضعف يعني ملفت للانتباه. صحيح. صحيح. بس طبعا أكيد هنا يعني راح تكون مشكلة بالنسبة للجنة وإلي، لأنه اختلاف الثقافات أكيد أكيد. وأني هم راح أحط هذا يعني يعني امام اعين الناس وامام اعين اللجنه انه احنا بالعراق يعني تعرفين صعب نجيب اذا بنيه ضعيفه. يعني هاي شنو ضعيفه بالنسبه لي مثلا؟ دينا اعتقد انه على مود العرض مثلا لما تعرض المجوهرات تكون عظام الرقبه وعظام هاي علامات الجمال. علامات من الجمال من اي تعرض الملابس. نعم. تكون التفاصيل اللي الملابس هي اللي جاذبه ما يكون عندها زياده وزن ملفته. هي هاي الفكره. المعايير يعني بكل العالم احنا بنشوف يعني مسابقه ملكه جمال الكون نشوف كلهم نفس الطول، شكل الايد هذا الشكل الحلو والايد يعني مميزه. بس حابين ايضا نعرف سدينا شنو هي الفائده اللي راح ترجع للشخصيه اللي راح تاخذ لقب ملكه جمال كردستان؟ اكيد بيها فوائد كلش هوايه. لانه الجوائز الجوائز يعني الفائده الماديه والمعنويه. الفائده الماديه انا ما عندي علم بها، انا اكثر يعني الناحيه العلميه واللجنه. نعم. ما عندي يعني معلومات كافيه عن هالموضوع، ولكن اكيد لها مردود للعارضة أو للملكة الجمال. مجرد وجودها بهيجي مهرجان راح يكون لها يعني صدى بالمجتمع، راح تكون وجه إعلامي بالمستقبل. صحيح. احتمال تستخدم هاي الفرصة وتطور بها نفسها. أكيد. واحتمال الفرصة هاي ما راح يعني بشكل صحيح. وطبعا يعني زينة أكبر مثال أذكر كانت ملكة. صحيح. جمال. صحيح. قبل 3 سنين أو سنتين 2021. واليوم نشوفها مذيعة ناجحة بالتلفزيون. فأكبر مثل وسيلة وباب مهم جدا بأن الواحد يحقق أهدافه بسرعة يعني. فأنا بدل ما أنتظر أكثر من سنة على ما أوصل للناس قدرت أوصل للناس يمكن بفترة قصيرة. تكسب. بس أنت اشتغلتي على نفسك. اشتغلت على الجانب اللي أريده بالضبط. يعني أكو ملكات جمال يطلعون ورا فترة تشوفيهم ما موجودين يختفون. ولكن هي تتبع حسب انت شلون تستغلين الشيء بطريقه صح. يا هي حسب رغبه الانسان وايش قد هو راح يتعب حتى يوصل للهدف اللي يريده. نعم صحيح. بس هم المجتمع يختلف. شو تقولين شايه؟ اكيد من هاي النقطه كلش مهمه. اني كلش فرحانه انه انت ذكرتيها. دائما نسمع انتقادات عن ملكات جمال العراق او الوطن العربي. صح. ونقول البنات المشاركين مو مستوى الجمال اللي احنا عندنا. يعني احنا بالعراق مشهورين بالجمال، يعني البنات عندنا كل الجميلات، لكن يقولون ايش عجب هذول الجميلات ما نشوفهم بمسابقات ملكات الجمال بشكل عام. صح. بسبب مجتمعنا محافظ. نعم. فنشوف اكو هواية بنات جميلات يريدون يشاركون لكن صحيح. بسبب فعلاً. يعني الاشياء صحيح. المجتمع وضغط المجتمع ما يقدرون يشاركون. صحيح. وايضا نشوف هواي الناس يستخفون بهاي المهرجانات. انت شنو رايك بهاي الناس وشلون يعني نقدر مثلا نوعيهم ونخليهم انه يعرفون ايش قد لها قيمه وخاصه قيمه حضاريه؟ احس اسم البلد يطلع اكثر من يكون اكو هيك مهرجانات. طبعا هي على مر العصور حتى بالحرب العالميه الثانيه الرؤساء هواي من الرؤساء اول ما بداوا يريدون يقولون احنا ما عندنا حرب احنا مزدهرين سووا
يعني مسابقات ملكات الجمال. صح. لأنه هاي أنا داعيد الكلام اللي ذكرته قبل شوية، هاي تدل على ازدهار البلد. نعم. فإحنا كل ما نزيد النشاطات الفنية والثقافية كل ما معناها إنه البلد في تطور حقيقي. صح. لأنه هذا وبالمناسبة حتى يعني ملكات جمال العالم بشكل عام الحلو بهاي المنافسات إنه الناس تجي من خلفيات مختلفة. صحيح. يعني مو إلا الغنية تشارك. صحيح. الحضور بها هو من كل الطبقات. فبهالحالة إحنا بدنا نعطي فرصة. صحيح. لكل الطبقات بإنه تنجح وبشكل. نعم. يعني احنا بدنا ندعمهم. من وجهه نظرك انت اليوم دينا تشوفين العراق والمجتمع العراقي متقبل وفاهم وراضي عن فكره وجود مسابقات ملكات جمال؟ اكيد اكيد لا، لانه مجتمعنا مره ثانيه اعيدها هو مجتمع محافظ. نعم. ولكن مع الوقت ويا الزمن احنا مسؤوليتنا كاعلاميين كسوشيال ميديا كاشخاص ناجحين بالمجتمع انه نأثر تأثير ايجابي وبشكل ثقافي وعلمي حتى الناس تنتبه. يعني احنا كل ما استخدمنا ناس مؤهلين لهاي المواضيع كل ما هاي المواضيع تاخذ شأن احلى واكبر من المجتمع وتأثر تأثير ايجابي اكثر. نعم. شوفي دينا، طبعا انا من الشخصيات اللي ايضا شاركت بمسابقات جمال اذا تتذكرين. صحيح. هي سيدات وهم تعرضت للانتقادات وهواي خلصنا من الانسه طلعونا السيدات، مع انه هي ايضا معترف بها من قبل وزاره الثقافه. صحيح. لكن هي لين كانت جديده على العراق، ومع انه انا شاركت بمسابقه دوليه الا انه حصلت كميه من الانتقادات هائله انه هاي شنو سيده ومعرف ايش وشون صارت اكو سيده وهي موجوده بكل العالم. اللي نسمعه اول شيء اللي هو ها اكيد نطيتوا فلوس على مود شاركتوا، اكيد نطيتوا فلوس على مود فزتوا، اكيد واكيد زينه هم انا سمعت هاي المصطلح. نعم. اكيد نطيتي فلوس حتى وصلتي. صحيح. للوصيفه وصلتي الملكه وصلتي لي كذا، فشنو اريد توضحي لنا هنا التفاصيل هذه؟ مو احنا ما نقول نبرر لكن نوضحها اكثر للمشاهد. هو اكيد يعني اكو يعني اكو هيك اشياء بكل مكان وزمان. يعني هذا الشيء مطروح وصاير بشكل حقيقي. ولكن ارجع لنقطه انه العارضه او الملكه الجمال او الانسان المقدمه بفلوس او بدون فلوس اذا هي عندها الرغبه للوصول الى الهدف اللي هي تريده راح توصل له، لانه انت تقدرين تدفعين فلوس لشراء فرصه ولكن ما تقدرين تحققين بها النجاح. صح. الفرصه مو معناها نجاح، الفرصه هي فرصه مره واحده، انت بعد حسب اجتهادك وتعبك وحضورك وكميه. شوفي كل التريننج اللي يمرون بها البنات، التدريبات اللي هي تقريبا 5 ساعات باليوم راح تظهر على المسرح بطريقه او باخرى. صح. شئنا ام ابينا. صح. دفعتي فلوس او ما دفعتي فلوس، طريقه وصولك لهال بوزيشن انت مسؤوله عنه بالنهايه. والنجاح بعده همينا. مدا اقول لك النجاح هو مو مره واحده، النجاح هو مراحل. صحيح. وبالاضافه الى هذا انه الجمال يختلف من شخص الى اخر، قلت لك الجمال. صح. هو تاثير صامت ايجابي على الشخص. صحيح. فممكن اللي يشوفك حلوه ما يشوفني حلوه، واللي يشوف زينه حلوه. أكيد. ما يشوفها حلوه. صحيح. فالجمال ايضا فتشي كلش هو احساس. صحيح. هو فعلا. قبول للشخص، حضور. صحيح. انا دائما اقول انه احنا اذا بنيه تعتبر نفسها جميله لازم هي ترفع من مستوى اللبسه اللي تلبسها. صحيح. هي ترفع فعلا. من مستوى البراند اللي تلبسه، مو البراند يرفع مستواها. بالضبط. هنا يجي دور الحضور والكاريزما مثل ما ذكرتي. صحيح. اكثر من ما نقدر نشتري الكلاس. ما نقدر نشتري اكثر من انه هي حلوه. اكو بنات هوايه تجي تلبس لبسه كلش بسيطه وتطلع واو، تساليها هاي منين جبتيها منين اشتريتيها، بينما العكس ممكن يكون. صحيح. فعلا احنا نزيد القيمه دائما، والبنات أكيد. كلهم حلوات وكلهم يضيفون قيمه لكل شيء. صحيح. انا دائما اقول بدونهم لا الملابس ولا شيء ولا الجناط ولا اي شيء ولا حتى وجودنا هسه كلنا سوية محل البرنامج اكثر. حابين نعرف عندك اي اضافه تريدين تقوليها حول هذا المهرجان؟ شو وقت راح يكون؟ هم عرفنا حددتوا الموعد بعد؟ حددنا 11/5 ان شاء الله. ان شاء الله راح يكون بقاعه تابعه لوزاره الثقافه بكردستان. نعم. وراح يعني ننزل كل التفاصيل قريبا وان شاء الله يكون تحسن ظن الناس. اكيد. ومره ثانيه هي كل تجربه نرجع ساره، كل تجربه بها انتقاد. اكيد اكيد طبعا. والانتقاد اني اشوفه من اجمل الاشياء اللي تصير باي طبعاً. حدث دليل النجاح.
هو مو بس دليل النجاح، هو يطورك لانه انت تسوين شيء احلى. نعم. يعني اليوم انا من شخص ينتقدني، اني اشوف الاشياء اللي انتقدوني بها واطور منها. صحيح. فان شاء الله يكون يعني عمل جيد، ولكن حتى الانتقاد راح نتعلم منه، وان شاء الله السنه الجايه يكون الشغل احلى. نعم ان شاء الله. احنا نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى للبنات المشاركات اكيد ومتسابقات كل التوفيق. شكرا. واكيد راح نكون من اول الموجودين في حال يعني ناس من الوطن وتنورونا. شكرا. 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 نورتينا. شكرا. يعني نورتينا بصراحه وكفيتينا بكل المعلومات. شكرا. اهلا وسهلا.